سيارات الملوك والرؤساء. انتم دائما تسمعوا سيارة الملوك والرؤساء، هذه هي سيارات الملوك والرؤساء. انتم كنتوا فاهمين الامور غلط. حتى اللي بسوق تويوتا وهونداي انا بعتبره من فئة الملوك والرؤساء. شوفوا اي بي ام 850، اي جماله، شوفوا جماله، هذا الجمال، هذه هي المعنى الحقيقي لسيارات الملوك والرؤساء. وهذه بسموها سيارات الدريول. الدريول لو عارفين تعرفوا معنى دريول بالتعليقات اكيد راح تعرف، احد المعلقين راح يخبركم ليش سيارات الدريول، لان تظل صافطة بالمواقف لا شغلة ولا عملة. فعلا يا اخي البي ام دبليو سيارة الرؤساء والملوك، سيارة الرؤساء والملوك. شوف 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 الفخامة، شوف الاناقة بالتصنيع، شوف شوف. فعلا يا اخي فعلا فعلا الشوام ما خلوا شيء ما صنعوه، فعلا الشوام ما خلوا شيء ما سووه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيارة الملوك والرؤساء، شوفوا المنظر، شوفوا المنظر، موميا موميا. قلنا لكم يا جماعة خليكم على التويوتا، الكيا، دوج الأمريكي، بي ام دبليو، هذه سيارات الدوم، دوم عمر. شوف هذه ماس كهرباء طارت ولعت. ما تسمعوا كلامي، ما بتسمعوا كلامي انتو، اسمعوا كلام عمو، اسمعوا كلام عمو، ما بتسمعوا كلام. اللي ما بيسمع كلامي فعلا بيولع بشرقط. الله يحميكم، الله يحميكم، انت حرين، انت حرين. السلام عليكم. مرسيدس من افخم السيارات، مرسيدس جدا فخمة، يعني ممكن تستعملها خزان جزامة احذيه، ممكن تستخدمها الى استخداماتك فيها، الاندروير، كراسين، الى استخدامات كثيرة. لكن الفخامة احيانا هو لازم تضطر الطوبز، بس الطوبز احسن ما تركب السكري. اكس بادي، ثانك يو مرسيدس، ثانك يو مرسيدس، سي يو تومورو. بخصوص شكوى مرسيدس، انا امبارح قابلت القاضي وسالني انت محتقر مرسيدس، قلت له لا انا منتقد مرسيدس لان اصبحت سياره فاشله وراح ظل انتقدها لغايه لما تتحسن. قال لي anyway your case is dismissed، والشكوى مرفوضه، you free to go، يعني انت ما عليك اي شيء. قلت له thank you your honor، شكرا سياده القاضي. بس يا أخي أنا زعلت لأن فعلا مرسيدس فخمة فخمة، مرسيدس فخمة ضل بالمواقف بس، وتقعد فيها داخل وتسمع راديو، يعني ما تمشي بالشارع، الشارع خليه للزلم بس، للتويوتا، للبي ام دبليو. المرسيدس فخمتها وهي واقفة بس. السلام عليكم ورحمة الله. وأنا راح أمشي بالقضية اللي هي التعويض يعني إن شاء الله. السلام عليكم.